يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. هنتكلم مع بعض في الفقره دي عن مجموعه من الامور الفنيه المتعلقه بالمونديال وما بعد المونديال، وكمان الاهم الرؤيه العامه للمشوار الافريقي للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا كل المواضيع دي هنتناقش فيها مع ضيفنا العزيز كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي الاسبق. صباح الفل وسعداء بوجودك معانا، منورنا. صباح الفل على حضرتك، صباح الفل عليك، وان شاء الله يبقى صباح خير على الساده المشاهدين وعلى مصر كلها. صباح الخير يا كابتن، وعايزه اقول بقى احنا بقالنا شهر ونص اخر مره كنت معانا فيها كابتن احمد، وانا عايزه بس ابدا بهابي فالنتاينز. طبعا كل سنه وحضرتك طيب. هتحتفل ازاي؟ بدايه طبعا ب 10 الصبح في الالفه بدايه خير، بس النهارده في اي عشاء بره اي حاجه؟ لا لا، كل يعني بقضي على طول عائلي اكتر. عائلي عائلي، وفي اخر اللي كده مع اصحابي بقى. ماشي، كل صحيح. طيب ومصر كلها مره تانية بخير. نبدا كده من يعني المونديال اكيد، وانا عايزه اروح تحديدا للشناوي. الشناوي البعض كتب عنه ان هو مش بس يعني رجل مباراه، لا هو رجل المونديال. بصراحه ده قيل عن الشناوي، خليني ابدا بحضرتك من ده. اكيد طبعا انا بحب ابارك لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني وللعيبه كانوا قد المسؤوليه. لكن لو تحديدا هنتكلم على الشناوي، هو الشناوي يمكن كنت بتكلم قبل كده ان الشناوي بقاله سنتين او ثلاث سنين هو الحارس الاول في مصر، وده مش من فراغ، ده بدليل ان هو يعني بيشتغل على نفسه كويس. انا على طول مع اللعيبه اللي هي بتقعد سنه واثنين وثلاثه محافظه على نفس المستوى، فالشناوي ان هو يعني يتربع على عرش ان هو يبقى الحارس الاول في مصر على مدار ثلاث سنين، فدي اكيد مكافاه كبيره ليه ان هو يظهر بالصوره دي في مونديال العالم الانديه، وان هو ياخد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وان هو قائد كفريق زي النادي الاهلي، فده طبعا تتويج لي. وانا بشوف ان حب الناس واللي الناس بتتكلموا على الشناوي دي اكبر مكافاه ليه، اكبر من اي حاجه، لكن هو يستحقها بشكل كبير. شوف مانويل نوير بيتكلم على الشناوي في البطوله الحقيقه بكل اشاد دي، ابتداء من الخصوم حتى قبل مشجعي وعشاق النادي الاهلي، هو الحقيقه كان متالق جدا في البطوله دي. وبرده عايز اسالك كابتن احمد على فكره ان في جيل جديد من ابناء النادي الاهلي بيشارك للمره الاولى بالنسبه لهم في بطوله كبيره عالميه بالشكل ده، كاس العالم للانديه، ويحصلوا على ميداليه برونزيه، طبعا انجاز كبير جدا، ومفيش ذره شك ان الكلام ده هيثقل خبراتهم وهيتقلهم طبعا الفترة اللي جاية، ولا النوع ده من البدايات القوية ممكن تكون سلاح ذو حدين؟ لا، هو لما كنت بكلم مع حضراتكم من شهر ونص حتى في دور الأربعة في دوري أبطال أفريقيا، أنا كنت قلت معاكم هنا قبل كده إن الجيل ده أو مجموعة اللعيبة دي تستحق إن هي تاخد كأس أفريقيا، وتستحق أكبر مكافأة ليها إن هي تاخد كأس أفريقيا، وأكبر مكافأة ليها إن هي توصل كأس عالم الأندية، وده اتحقق بالفعل. وده اللي عايز أوصله للسادة المشاهدين، إن ده مش من فراغ، ده بتعب وجهد وحرمان وقافلين على نفسهم بشكل كويس، عندهم طموحات، حاسين بقيمه تيشيرت النادي الاهلي وقيمه البطوله، وفكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيلعب على الاول على طول، ان هو بيلعب على البطوله على طول، ان هو يوصل لمجموعه اللعيبه دي. لا، اللعيبه دي حققت، خدت دوري ابطال افريقيا من افضل، انا بشوف ان هي من اهم البطولات بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لان هو سقف طموح جماهير النادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. كونك ان انت توصل كاس عالم الانديه او كلاعب تشارك في كاس عالم الانديه، انا بشوف حتى لو ملايين الدنيا مش تقدر تعوضك المشاركه في كاس عالم الانديه، ده اكبر مكافاه ليك انت كلاعب ان انت تلعب في كاس عالم الانديه، او ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي في المحافل الدوليه اللي النادي الاهلي بيقدر ان هو يكون فيها، فدي اكبر مكافاه للعيبه وهي تستحقها بالفعل. كابتن عادل، خليني اروح مع حضرتك كده تدريجيا، وقبل ما نخش بقى على يعني اللقب الافريقي هذا الموسم وكيفيه الحفاظ عليه والدوري الحالي مقارنه باللي فات، خليني اروح للمونديال قبل ما نقفل هذا الملف، وتقييم حضرتك كده لاداء الاهلي. احنا بدايه رحنا ولعبنا الدحيل وفزنا 1-0، بعد كده بايرن ميونخ خسرنا 2-0، بس خسرنا من بطل العالم وبطل اوروبا ومش اي فريق، وبعد كده في بالميراس احنا فزنا بيعني ضربات الترجيح. خليني سريعا اعرف تقييم حضرتك للفريق هناك. لا، انا كمحب النادي الاهلي او كمتابع لفريق النادي الاهلي او لمجموعه اللعيبه حتى في مستواهم في دوري ابطال افريقيا او على المستوى العام في الدوري الممتاز، لا انا كنت شايف ان فريق النادي الاهلي اعلى بكتير جدا من فريق الدحيل، لان اعلى فنيا، اعلى بدنيا، خبراته. انا كنت عكس التوقعات خالص، كانوا قايلين ان فريق الدحيل فريق قوي، لكن النادي الاهلي كلنا كنا عندنا ثقه فيه ان هو واثق من الفوز، واثق من الفوز، لان هو فريقنا فريق منظم، فريق
بياخد المباريات بشكل جيد، ودي كانت يعني ان انت تعدي وتلعب بايرن ميونخ. انا كنت بشوف ان هو نهائي مبكر. النادي الاهلي بتلعب مع اعظم فريق في العالم، بيكسب برشلونه 8، عنده من احسن لعيبه في العالم، محقق دوري ابطال اوروبا. فان انت تخسر منه 2 وبالاداء دوت، عكس الناس كلها كانت تقول لك النادي الاهلي هيشيل سكور، النادي الاهلي ما بيشيلش سكور، النادي الاهلي لو في اسوء حالاته ما يشيلش سكور. دي نقطه برضو الحقيقه، يعني طبعا مشاركه النادي الاهلي في المونديال الاخير، النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه، خلت بعض الناس اللي هي ايه عندها ميول انهزاميه كده يعني في كل الاحوال هم كؤبة في روحهم، واخد بالك ازاي؟ والله بكلمك بامانه. وفكره ان هم مش قادرين يصدقوا ان في حد قدر يوصل للمرحله دي وللمستوى ده وقدر يناطح الكبار باعتباره احد الكبار، هل دي ممكن تكون حاجه كسرت حده الميول دي اللي موجوده عند بعض الناس، ان اي فريق مصري عموما، مش بنتكلم على اهلي ولا غير اهلي، عموما اي فريق مصري هيلاعب اي فريق اوروبي، لا احنا بنتكلم في نتيجه الماتش هنخسر 12-3 و9-0 وحاجات زي كده، طب ما الكلام ده ما حصلش اهو. بص، اتاكد 100% اللي بيتكلم عن النادي الاهلي ده هو يعني هو اكيد شايف فرقته كده، هو شايف فرقته ان هي ممكن تشيل سكور، هو شايف فرقته ان هي ضعيفه، فعشان كده هو لما النادي الاهلي بيحقق نتيجه هو بيستغرب. هو بيستغرب ان ازاي النادي الاهلي ما خسرش 5-6، ده بيلعب بايرن ميونخ. لا، احنا كلنا كمحبين النادي الاهلي ولعبنا داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي في اسوء حالاته يشيل سكور، ما يشيلش سكور، لكن مجموعه اللعيبه، وده برده بيحسب للعيبه، بيحسب للجهاز الفني، ان قافلين على نفسهم بشكل جيد ومش مدين ودنهم لاي تصريحات او اي يعني مهاترات انهزاميه. النادي الاهلي بيقفل على نفسه بشكل جيد، وده بيبقى مسؤول عنه بشكل كبير جدا كابتن سيد عبد الحفيظ مع مجموعه اللعيبه مع الجهاز الفني. عشان كده بتشوف اداء، بتشوف بطوله، بتشوف نتيجه، بتشوف النادي الاهلي اللي محققها تفرح، اللي اللعيبه دي بتبقى حريصه جدا ان هي تفرح جماهير النادي الاهلي. فده هو ده اللي اللعيبه بتمشي عليه، انها ما بتدنيش ودنها لاي مهاترات بره. صحيح، انا بتفق مع حضرتك جدا. وبما ان احنا ذكرنا بايرن ميونخ، يعني خلينا نروح نتابع التقرير ده اللي اتعمل عن الاهلي والشناوي تحديدا ونرجع نكمل. Again, congratulations on your win in the first match against Al Ahly. Before the match, Al Ahly's goalkeeper Mohamed Al-Shanawi, himself a highly decorated player who just broke the record for clean sheets in Egypt last year, told us how much it means to him to be on the same pitch with you. He said that you are his big role model and that he learned a lot about goalkeeping by just watching you. Can you describe how it feels to experience that level of respect from someone who himself is considered one of the best on his Ja, erstmal kann ich das Kompliment auch nur zurückgeben. Also ich denke, dass es auch was Besonderes ist, wenn er mit Al Ahly, mit der Mannschaft zusammen diesen Rekord auch mit der weißen Weste einfach eingestellt hat. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch, ich glaube, für sich tolle Erfolge jetzt feiern konnte in der Vergangenheit. Natürlich musste er einer ins Finale und wir haben uns durchgesetzt. Und ich glaube, dass der Respekt einfach auch dazugehört und ist für mich auch was Besonderes, wenn aktive Teuter, die jetzt auch ihre Profi Laufbahn bestreiten, sagen zum Beispiel, Manuel Neuer ist mein Vorbild. Und ich denke, dass wir uns sehr respektiert haben, auch auf dem Spielfeld. Und ich denke, dass man auch gemerkt hat, dass wir uns mochten. Wir haben uns nach dem Spiel umarmt, haben einen Handshake gemacht und haben uns unsere Trikots auch nochmal getauscht. Und für mich war es auch ein tolles Aufeinandertreffen. Und ich wünsche der Mannschaft und natürlich auch dem Keeper alles Gute für die Zukunft. يعني كابتن عادل، لما كلمات زي دي تتقال يعني حارس المرمى في النادي الاهلي محمد الشناوي، اعتقد ليها برضو يعني انعكاسات حلوه جدا. انا مبسوطه كاهلاوي ان انا اسمع بيتقال على الحارس بتاعي كلام حلو كده. ومن مين بالظبط؟ احسن حارس مرمى في العالم بالظبط. فان هو بيتكلم عن محمد الشناوي، ان هو واخد باله منه، ان هو بيكسر ارقام، ان الشناوي يكسر ارقام. وانا بقول لك الحاجات دي مكافاه كبيره جدا، مكافاه كبيره. مهما اديت اللعيب فلوس، دي اكبر مكافاه ليه معنويا. ده بيديله حافز كبير جدا وبيديله طموح كبير جدا ان هو يبقى في الاحسن والافضل. فاشاده كبيره من احسن حارس مرمى في العالم على الشناوي، دي انا بشوف ان هي اكبر. احترامه للشناوي كان واضح من قبل حتى المباراه، يعني قبل بدايه المباراه فعليا، حتى باللقطه اللي كانوا بيتبادلوا بيها الشارات وبيعملوا اجراء القرعه عشان مين هيبتدي الشوط الاولاني. يعني في تقدير كده وفي احترام بتاعه برده، حد ما يقلش. لا، دي في لقطه كمان ان الشناوي بعد ما خلص المباراه اللي هي الثالث والرابع، بعد ما خدنا البرونزيه وهم في الممر وهم نازلين يلعبوا الفاينل،
ان هو بيسلم على الشناوي، وتحس ان هو في حب متبادل بينه وبين بعض، فدي حاجه كبيره تحسب للشناوي، وانا هو مكافاه ويستحقها، ويستحقها احسن من كده بكتير، لان انا عارف الشناوي بقالي سنين، هو شخص محترم، شخص نظيف، بيحب الناس كلها بجميع الانتماءات. دي اكبر مكافاه ليه، وانا الشناوي اتوقع له ان هو باذن الله في مصر هيعوض عصام الحضري. يعني احنا اتكلمنا عن الشناوي واتكلمنا عن اللعيبه، ما جبناش لسه سيره موسيماني وطريقه هندلته للبطوله دي، طريقه تعامله مع هذا الحدث الكبير من خلال توجيهاته، من خلال الخطط اللي اتفق مع اللعيبه عليها. هل ليك اي يعني راي؟ هل ليك اي تحفظات؟ لا مفيش، هو لعب بالتشكيل في كل مباراه، هي بكل مباراه ليها ظروفها، كل يعني بتلعب الدحيل غير ما بتلعب بايرن ميونخ، كانت كل طرق اللعب اللي بيلعب بيها هي طرق فيها تنظيم، تنظيم في الخط الدفاعي، تنظيم في نص الملعب، بيحاول ان هو يقفل ومش مستعجل ان هو يكسب. يعني طريقه التشكيل او الشكل التشكيل بتاعه هو مش مستعجل ان هو يكسب، لكن اهم حاجه ان هو ما يدخلش في اهداف. بالظبط، ودي اللي كان محافظ ظهر في بايرن ميونخ جدا، بايرن ميونخ ان هو عارف ان هو بيلعب حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب من اهم مفاتيح اللعب في العالم، لكن قدر ان هو يقفل بشكل جيد، وخصوصا بالتميز اللي ظهر عليه محمد هاني في الجبهه اليمنى، وايمن اشرف، حتى ان انت علي معلول حصل له مشكله، فان ايمن اشرف يقوم بالجبهه اليسرى طول البطوله، فدي حاجه برضو تحسب لايمن وتحسب لمحمد هاني، لان انت عندك كان طرفين في ماتش بايرن ميونخ من اقوى اطراف العالم ومفاتيح لعبه مهمه، لكن قدروا يقفلوها بشكل جيد في ماتش بايرن ميونخ مع مجموعه اللعيبه كلها، لا ادوا بشكل جيد وظهروا وطلعنا بالغرض من ومستر موسيماني مع اللعيبه طلعوا بالغرض ان احنا حققنا مركز يمكن الثاني للنادي الاهلي على مدار اشتراكه في المسابقه، وده انجاز كبير جدا طبعا يحسب للجهاز الفني بكابتن مستر موسيماني ويحسب للعيبه اكيد. انا بتفق مع حضرتك جدا، واعتقد الملايين بيتفقوا فعلا، رغم برضو بعض الاقاويل اللي موجوده ان موسيماني يعني كان ممكن يلعب احسن من كده، موسيماني قدم اداء احسن كده، انا مش عارفه. طب ما هو حضرتك النتيجه اللي احنا وصلنا لها في الاخر دي مش مرضيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هو جه في فتره ما هياش من احسن الفترات، هو جه في فتره كانت صعبه جدا وقصيره جدا، ولكن قدر ان هو يحصل على بطولات عديده، فيعني حقيقي يشكر هذا الرجل، اداء كان شفناه رائع جدا تحت قيادته للاهلي يعني، واعتقد كمان انعكاسات نفسيه كانت كمان افضل بكتير على لاعبتنا، فيعني كل الاحترام. لازم الناس تقدر حاجه، ان برضو الراجل ما حطش بصماته الفنيه، لان هو ما عندوش وقت يمرن، يعني ما عندوش وقت يمرن، لان انت النادي الاهلي من كتر الاشتراك في البطولات هو كل 4 أيام مباراه، وبعد كده بيحقق دوري ابطال افريقيا، فعنده بعد كده يلعب كاس عالم للانديه، ومحتاج يدرس الفرق او طريقه اللعب مثلا برازيليه بايرن ميونخ، في الدوري القطري الدحيل بيلعب ازاي، فهو محتاج يدرس دوت، فدي الوقت ان هو يقدر يشتغل فنيا مع اللعيبه، فده برده مش هيقدر يساعده من كتر الاشتراك في المباريات والبطولات، لكن مع الوقت احنا اهم حاجه ان النادي الاهلي بيحقق، اهم حاجه النادي الاهلي بيلعب على البطوله وبيحققها، هو ده الغرض، لان انت بتشتغل طول السيزون عشان تحقق بطوله طبعا. ده اللي بيشتغل عليه مجلس الاداره، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز، وده اللي بيشتغل عليه اللعيبه.